اهلا بكم في مدينتي مراكش، واهلا بي في مهرجان مراكش. انا من سنه 2014 ما كنتش حضرت المهرجان مراكش لانه كنت وقتها كنت حامل، وفرحانه بزاف انه بعد كل هذه الفتره الطويله رجعت نمارس نشاطي الفني وبالعوده ديالي في مهرجان مراكش ثاني من جديد، واللي هو كنفتخر به لانه هو من مدينتي، ومهرجان مهم وكبير وحظى احترام من كل الدول العالميه لانه مهرجان قوي ويجلب فنانين من كل العالم، وكذلك يقدم لنا أفلام قيمة وجيدة من كل العالم. فأنا فرحانة بهذا المهرجان وأفتخر بمهرجان مراكش. لا طبعا ما خطفتنيش، إنما هو كان قرار مني أنا اللي كنت باغية ناخذ فترة باش نتفرغ لتربية ولدي، لأنه الطفولة كتكون مهمة جدا في مرحلة أي شخص، فين كيتقرب الأم، فين كيتشبع بالحنان، وفين حتى الأم كتشارك كل مراحل الطفل ديالها في البداية ديال حياته. الأمومة إحساس جميل، الأمومة إحساس ما يقدرش الواحد يوصفه إلا لما يحسه. فأكيد كممثلة خاصة لما شاركت بفيلم الإماراتي السراب، كان فيلم قصير وكنت عملت دور أم، فحسيت يعني بالخوف ديال الأم والقلق ديال الأم لأنه صرت أم. فطبعا كي تجربتي يعني ني وليت أم أكيد غادي نعمل إضافة لدور الأم.